صلى على النبي. عدوا مين ده؟ الطيب اللي تمسخ بعد ابيابك. بما يرد الله. بما يرد الله والرسول. فنان. اقسم بالله فنان خلوق من عيلة مؤدب. لا هو خلوقه بالعيلة لكن فنان. والله فنان. والله فنان. عندي أداء. عندي أداء. اقسم بالله أداء أعظم. أما ليه منك الغفغات؟ لاعب في الملاعب. أيوة لاعب في الملاعب لقبوني ببيبو. لاعب في الملاعب على لقبوني ببيبو. يا معين الشرواني طيب تبلغ ليبو. الله. واسيب الدنيا الردية اللي معاها اللي عايز اجيبه بالطلاق بالثلاثة ابعزوني ما حسي. يا راحي اهدى باتان دول الليل التافي يا طماطم يا بصل يا طماطم يا بصل يا طماطم يا بصل يا طماطم يا بصل يا ابو احمد والله يضربوه يا اخي يعيد. نعم. هل التخت اللي معاك سالك اليومين دولة؟ مين التخت؟ الحمد لله. يا رب اجعلها راحة تستديم. ايوه. وعيش في سعادة ونعيم. تمام. لاننا عارف يوم ما حمود بتمنى امشي على الصراط المستقيم. تمام. وبارك لي في عبد المقصود وعمر بن مظله واسماعيل وبارك لي في الدعمي. يا انظر لي اخوك واحده ثانيه من عالتنا قلبك. وبعدين في هذا الزمن انا شفت منه ملاوي. ايوه في هذا الزمن هل شفت منه ملاوي؟ عمر ما عيد الشرواني يبقى بين الخلايق تملي حكاوي. لقبوني بطبيب جراح. نعم نعم. انا طبيب يا اسماعيل مداوي. واكره اي يابان زي اللي اسمه على الدواب كالحاوي. يا يابان في الانجاتي كمان اطفالي باق قال في بعض الخلق يقول عيد نفس راسه زي ما عارف انه نور يا راجل مزول السواق اخواننا الله يحرق اوديكم ما عارفش انا والله يا عمي خبار يا مالي انا بدي مرايض عديده يا ترى انت لا تستنى يا شيخ ومين زي انا الشايل تملك كعف قف يريد والكل حقه ما بيرتاح لما ياخذ بعض المهيه نفحه فيه لا جميل والله نفحه مبروك نفحه بركه نفحه مبروك مبروك يا بركه عملت العنده مع يا طول الليل البسمع معاً بقول له سمع وطاعة أنا بلبس القديم مش المقوى عالشماعة لكن كلمتي مع قليل الأدب بتبقى زي الكرابيج الساعة وأصبر على ليالي الناس ما بصبر ما أنظر في يوم الساعة وكيف أخذ القلحة وكيف ألما ياخذ عبده في القصر يا جمال بطلاق ما حتكوش كبومب تاني حتموت الا عبد الرحمن الفنان الموضوع اتورط محترم والكل حاوه محترم الا عبد الفنان ترى العبد بالبرفيز هو يا اخوانا بعدكم صلى على النبي عبد مين ده الطيب اللي تمسخ بعد ابيابك بما يرد الله بما يرد الله والرسول فنان اقسم بالله فنان خلوق من عيلة مؤدب لا هو خلوقه بالعيلة لكن فنان والله فنان والله فنان عندي اداء اقسم بالله اداء اعظم و...
اما ليه من اللي كان يغني يا ليلي يا بالغلابه يا ليك وتسد ودانك لا وتقول البلا ما سمعش حاجه صح يا بلم صح لا لا معلش يا بلم كانت وداني تعبتني شويه بس فين يا ريس انا عندي سعره ساعه تروح وساعتي ساعه تروح وساعه لا مش الله يغريك كل حاوي خلي بالك منه لو يزعل طبطب على صدره هات هات الكبل هات الكبل هات الكبل ده ما ادري انا عطر بطير البلم من الصناعية الممتازة لا عمي عمرو ابو ظل يا عم دقيقة يا بلم دقيقة ما تقولش خربط قديه انت ليه متقطم قطيه بس بلك الدين البلم من الصناعية الممتازة تمام ليس صناعي فقط ولكنه بيت مضياف الله حباب للكل الله كان في البيت الكبير او كان عند الاستراحة اللي احنا بنوع جنبيه الى الان انا بختاره إلال. وما برتاحش إلا جنب دكان بصقر إلال إلال أحس نفسي مرتاح رسميا كأني في الجنة إلال إلال فالتحيا بصقر وأولاده إلال إلال قرب نفسك اضرب علي اضرب علي زرع تكملة لرجل البلد أسلم تسلم وإن شاء الله حكملنا المجلس معين امين ثلاثه كده والله العظيم شرف لي لا بلاش بك حبيبي اذا جربت جبتوا ربعكم بكل حاوي الكل حاوي حضرتكم كلكم ما شاء الله نبقى عليك باقي الليل نقم احنا بلاش كل حاوي بنطلعوا جبان جبان نقم نقم لا جبان عيش خنجي مد مسطور والله صنايعي حلو صنايعي على الطف مايك صح اي حد يمسك المايك طيب بارك انا شفت عني كذا مثلا في واحد ظلم علينا ما استغنى غير كو 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 خلاص قفل